السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معي أخي علي. أهلين أخي. بنسوي تحدي مين بيصطاد سمك أكثر، علي الليبي أو طاهر السوري؟ مين بتقول بدي يغلب يا علي؟ أكيد علي. هلا بنشوف. بسم الله. مين بلاها السؤال دي؟ خلينا نبدأ. هلا بنشوف. إن شاء الله لا غالب لا مغلوب، إن شاء الله إيكول. إيكول. أنا بقول إيكول إن شاء الله. إن شاء الله. يلا خلينا نبلش. يلا. شباب انا شفت اقبال كتير كتير كبير على فيديوهات صيد السمك، فلهذا الامر انا حبيت استغل الفرصه وساوي تحدي بيني وبينكم، او خلينا نقول يا اخي مسابقه بلا تحدي، والهدايا راح تكون 10 سنارات صيد، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، 10. طبعا عدي كامله وليس بس السناره والخيط، كل شيء محتاج للصيد يعني جاهز لتطلع على الصيد مباشره راح اقدمه انا ان شاء الله. اذا انت مهتم بهالتفاصيل تابعني خلال هذا الفيديو، راح احكي بشروط هذه المسابقة. بس وحده؟ بس لا على هذا وحده كويسة هذا. ما شاء الله. علي بلش يغلب لي، صار هو يصطاد ثلاثة وأنا ما اصطدت ولا وحدة لسه. ما شاء الله دي حجمها كبير شفتها؟ ما شاء الله. تعرف إيش نسوي هلا؟ بدي أغير المخطط، أنا راح أغير السنارات. هذول ما كويسين، راح أغيرهم أنا. لا. تعال 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 تعال. شرط المسابقة هو كل ما هنالك، القناة الآن فيها 9000 مشترك، إذا حصلت قناتي على 1000 مشترك زيادة يعني وصلنا لل 10000 خلال 15 يوم راح يتم توزيع ال 10 سنارات صيد، إذا ما حصلت خلال 15 يوم أنا ما راح أوزع شيء صراحة يعني. على فكرة هذا السمك الماكرو لازم يكون 30 سنتي يعني قد الذراع، هذا قد الذراع تقريبا، هذا هو لازم تاخذه على البيت. ما شاء الله عليك بق بوي. والله بتحسنوا بتسووا يا شباب، إذا شاركنا القناة هذه أو محتوى القناة على الفيسبوك وعلى الواتساب مع أصدقائنا، أو إذا خبرنا الأصدقاء يلي بنعرفه نحن بنشوفهم بالعادي عن هذه القناة، إن شاء الله إن شاء الله بنحسن بنحصل الألف مشترك وبتصير قناتنا فيها 10000 مشترك. شوف إيش اصطدت. ستارفيش. سبحان الله. باخذه ولا لا؟ بتاكل؟ ممكن تعملوا فطار صباحي، ممكن طرفين توست من هنا وهناك. بس رجع. انا راح ارجع ما راح اخذه. ما بعرف شو اكله صراحه. بسم الله. هلا نحن بدنا نعد الغنائم، شوف مين صاد اكثر، علي ولا انا. بسم الله نعاود نصور. يلا بسم الله. هذه واحدة كبيرة، هذا كبير بعدين هذا واحد كبير، هذا طبعا هذا واحد اثنين ما شاء الله، هذا كبير طيب. شوف اكبر من هذا يعني تقريبا. بسم الله. واحد اثنين هاي اثنين ثلاثة وهاي ثلاثة أربعة هاي أربعة خمسة وهاي خمسة ستة وهاي ستة سبعة وهاي سبعة ثمانية هاي ثمانية تسعة وهاي تسعة عشرة وهاي عشرة. سبحان الله. 11؟ لا أنا ما بخليك تغلب دي شو. إن شاء الله ما بخليك تغلب دي، أنا راح أرجع البحر. أنت غلبتنا يا أخي. غلبتني. مين قال لك طالب لو اجتهد بيغلب المدرس؟ مين قال لك؟ لتشترك بالمسابقة هو ما عليه غير تكتب اسمك بالتعليقات وتكتب ايميلك، مشان إذا أنت طلع اسمك أنا أتواصل معك. مسكت مسكت مسكت. ليك 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 ليك. يمكن خمسة. الله الله الله. ما شاء الله. لا فلته مو هو. علي نعم. أربعة يطه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو هذا؟ شيء رائع معلم. احنا غلبنا طه من ناحيه الوزن، اصطدنا اكبر سمكه في البحر اليوم. كيف انا راح اسحب الاسماء؟ راح اسحبهم على طريقتين، الطريقتين هدول راح اسحبهم طبعا من التعليقات، راح اسحب اول خمسه بالتعليقات يلي جابوا لي مشتركين اكثر شيء، يعني مثلا انت كتبت تعليق وجبت رفيقك، رفيقك كتب تعليق على تعليقك، انا جيت من طرف مثلا محمد، جبت رفيقك الثاني بيكتب انا جيت من طرف محمد، اجى رفيقك الثالث بيكتب انا جيت من طرف محمد. بسم الله. لا انا صارت بعيد كثير. نجم البحر هنا في الارض ليكو.
حلي بدك تغلبنا اليوم؟ بسم الله. والله يا علي شكلك انت ذا وينر، انت الفائز. اول خمس اشخاص جابوا مشتركين اكثر شيء هدول رح اخذهم جرانتي، يعني مضمونين 100%. الخمسه الثانيين رح اسحبهم من التعليقات، يعني اسحبهم عشوائي من التعليقات. اثنين ثلاثه اربعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا نزلت وحده، ثلاثه بس وقعت وحده. بسم الله يلا بسرعه. بس اجى السمك معناته معلم. إذا أنت ساكن بغلاسكو رح نلتقى ونعطيك السنارة، إذا أنت ساكن برا غلاسكو رح أتواصل معك على الإيميل مشان تعطينا العنوان وبعت لك إياها في البريد إن شاء الله. على ثلاثة. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثة. روح لكرمة تروح بعد. علي. انا نسيت ما اخبر بالبدايه، هذه المسابقه هنا خلال اليوكي فقط لا غير. مسابقات برا اليوكي ان شاء الله مساويه في المستقبل، بس هلا هذه اول وحده في اليوكي. هلا نحن صرنا في اخر النهار تقريبا، يعني رايح يصير الغروب. هلا نحن نعد الغنائم ان شاء الله. اول شيء مين بتقول ربحان؟ مين هو الفائز؟ ان شاء الله انت تطلع ربحان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حط باثنين. اثنين باثنين. يلا عد. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. ما شاء الله هذا يعتبر 4 5 8 9 وهاي 9 10 11 هاي 12 13 14 15 16 17 18 19 لا 20 ما شاء الله 21 22 23 هذه من لك. لا خذ هيك. انا اعطيتك سمكه من عندي صار عندها 50. انا هلا عندي 37 انت عندك 50، يعني بسوي الناتج النهائي 49 38. الطالب غلب استاذه يا اخي. بارك الله فيك. طبعا دربنا اليوم اخونا طاهر كيف نصاب. تسلم يا اخي. والله ما قصر، اشترى لنا حتى الصناره. احنا نقول بالليون عشان تقول انتم للاسف، يعني اشترى لنا الصناره وعلمنا كيف نصيده بالاخر غلب. بعدين خسرت. يلا غير بغيره معلم، احنا الايام جاي لسه احنا الايام جاي وان شاء الله نكون من الفائزين المره الجايه. خلينا نروح على الشاوي هلا. يلا بسم الله.